السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من برشيد. معنا واحد القصة صادمة ديال هاد الأم اللي الطفل يحيى اللي اختفى هادي مدة شهر، ما عرفاتش شنو يعني فين مشى. خرج أنه مشى للمدرسة تقريبا شي شهرين، أختي شهرين يعني خرج مشى للمدرسة ما رجعش. حاولت أنها تقدمت بواحد البحث لفائدة العائلة أنها كتقلب، ولكن الأم ديالو في واحد الحرقة يعني صدمة، ما عرفاتش فين مشى، ما خلات سبيطارات قلبت فيهم، ما خلات يعني أي بلاصة أنها تقلب، ولكن ما كاينش آثار ديال يحيى. غادا تكلم لنا على الظروف ديال هاد المسألة. تفضلي أختي. السلام عليكم الخوت، كنطلبكم الله يجازيكم بخير. ولدي راه اختفى ليا، راه من برشيد كنسكن في الرابيع، اختفى ليا ولدي دابا شهرين والصرف، سميتو يحيى وهو باقي صغير وكيخاف ليا ولدي من الظلمه. اما خليت وقلبت عليه، اللي شافو واللي عرف عليه شي حاجه يعيط ليا في نمرتي. عدو دابا 13 عام، عدو 13 عام، رخو اشرف راه ما خلف قلب عليك، راني وليدي مريضة. قربي لنا الصورة ديالو، هذه الصورة ديالو، ها هي صورتو، هذه هي الصورة ديال أشرف. ولا شفتيني يا يحيى وليدي؟ جا عندي، رانا توحشتك يا يحيى، جا عندي وليدي، راني مشوية عليك، راني عاد راه غادا نموت، جا عندي. اللي شافو الله يرحم لكم الوالدين، اللي شاف الدري الله يجازيكم بخير عيطوا ليا في هاد النمرة ديالي، غادا نعطيها لكم. ها هي الله يجازيكم بخير. دابا حاول لالا خرج للمدرسة، يعني قرا مع الصباح، دخل مع 8، خرج مع الوحدة، سلم عليا قال لي ماما أنا غادي نلعب شوية. نعم. تبعته قال لي ماما واخا واخا، مشى ولدي ما بقاش رجع عندي، ما بقاش شفته من تم لحد الآن، ما بقاش شفته. نعم. هذا ما كان. ممكن أنك تقربي الصورة لالا باش أنني نشوفوها، يعني هاي الصورة ديالو. هاي هاي سيدي الصورة، هاي الخوت، الصورة ديال يحيى سن 13 سنة، يعني 13 عام، واحد الظروف غامضة هذه مدة تقريبا شهرين، خرج من المدرسة كان كيقرا الصباح، كيقرا يقرا مع الصباح، مع الصباح وخرج مع ديك الوحدة. من تما ولدي قال لي غادي نلعب شوية ماما، من تما بقيت شفته، ما خلينا فنقلبنا عليه، عند العائلات والو، قلبنا برشيد كامل ما خليناش، باه يقلب خوه انا العائله والو ما لقيناش. هو رسميتو يحيى، نعم، عنده 13 عام ودري كيخاف، هو كيقرا في الجاديه سميتها غزه في غزه، كنسكنوا في الرابي حنا في برشيد. قامت معنا الاخ ديالو سي اشرف، اشرف تعالى اشرف ولدي، تبقاي معنا واخ كثيره لالا عند دوك الوليدات لان باقيين صغار. واخ سيدي اللي شافوا الله يرحم لكم الوالدين. ترجعي معنا اختي، ترجعي معنا، بقاي معنا غير الاخ ديالو. تفضل اخويا، خلي يجي حدايا الله يسترك. مرحبا، هضر تفضل اخويا اشرف، يعني تكلمنا على الدري، الاخ ديالك، هو الاخ ديالك صغير ياك؟ خويا ديالي الصغير هو، وكان هنايا بخير، كان كيقرا مزيان، كيلعب كرة مزيان، ما لقاش شي حوايج كان باغي يموه هنا ما لقاهم بصراحة. برشيد كان باغي يوصل الكرة، ولكن حنا فقراء ما عندناش الحمد لله، كيجيب لها ما باش طرد الخبزة باش ياكل. خويا ديالي هز راسو ما عرفناش فين زاد، دابا راه تقريبا شحال هو درا جاية 3 شهور، 3 شهور تكمل، 3 شهور، 3 شهور دابا هو باش خارج وما عرفناش حنا فين كاين، تقريبا 3 شهور دابا وما عرفناش فين مشى كاع، والله ما عرفنا بالله، وكنقلبوا يا ربي. يا ربي خويا اشرف، الاخ الكبير ديال يحيى، بغيتك تقول لنا غير شي رقم ديال التليفون اللي ممكن انه الناس. هذا ديما خدام. كاينه واحد النمره 06-15-67-59-59. عاود اخويا الرقم 06-15-67-59. عاود اخويا الرقم اشرف، لانه كاين الناس اللي ممكن الهدف هو الرقم 0. هضر على 06-15-67-59-59.
ما حاولتوش اخويا اشرف انه سولتو شي اصدقاء ديالو اللي كيلعب معاهم ولا كتسولت كان دارت موراه 3 ايام كان خرج كنت لحت صور ديالو في فيسبوك وكذا وشوفوا واحد الدري ودرب نعم وجاوبني في كومونتير قال لي راجل سلم عليا في واحد المنطقه سميتها وافير انا في برشلونه نهار الغد تزيت وافير قلت ليه ولكن ما دويش معاه قلت ليه باسي النمره دويش معاه لح لي النمره قلت ليه وشف شي قال لي راه شفت واش سلم عليا من تما كاين ما بقيتش لقيت حس ومن تما يعني الدري ما كاينش برشي حيت مدينه برشيد حنا كنعرفوا بعضياتنا يعني ولاد البلاد ولاد البلاد معروفين غيعرفوا حنا الدراري كلشي كاع التجزئات تحت عطينا من النمره بالواتساب ورحت لي التصويره ديالو باش يشوف بلاد ماشي عاجل بحال هي شنو عندنا مخزن على الدارك الملكي والو والو ما كاينش ما كاين لا داروا معنا حتى حاجه هما دابا تابعين للشرطه الشرطه عندنا المخزن درت بحث مشيت وباقي يعني والو باقي البحث جاري حاولت انه شو يعني مثلا والو كنمشي للكوميسري يوميا تما ياك لقى البوليس واخا هادي نعطيهم الصوره والو قلت لهم الصوره الكبيره والو في اطار البحث انه باش يشوفوا الناس شي حد ما تعرف عليه قرب لنا خويا اشرف غير الصوره الصوره هاي الصوره ديال يحيى اللي شافو اللي عنده 13 سنه عنده 13 عام ولدي يعني يحيى هذه الصوره ديال يحيى معنا الام ديالو معنا الاخ ديالو اشرف عنده 13 سنه كيقرا في واحد المدرسه ديال غزه في الرابع مدينه برشيد. هذه الصوره اللي تعرف على يحيى ممكن انه يتواصل مع الاسره ديالو الام ديالو اللي في واحد الحاله ديال الصدمه. شنو 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 اخويا اشرف الرساله اللي ممكن انكم توصلوها ليحيى الا كان كيشوفكم؟ الا كان كيشوفني يحيى كنتمنى من اي واحد شاف ولا شي لقطه هاي صوني يحيى راه دابا كنتمنى يا ربي يكون يشوف هذا الفيديو هذا الله ان شاء الله تبقى في امه يمشوا ما انا راه بغيش يترجل يتحربني يخرج عادي حنا هو الرجال انا حتى انا خرجت من دارنا صغير ولكن امه يمشي عازمه عندي ما نخليش يمشي ونخليها فهمتيني ما يمكنش كنتمنى خويا شي اشرف شي نمره ديال التليفون ولا كيهز معاه شي تليفون لا والو هو انت اللي جوج تبارك الله هو طاري فاهم عارف فهمتي البيسيات ودوم كذا يعني عارف عارف ماشي شي واحد اللي يمكن الله ولا كذا نقول لك ما عارف ديال ولدي هو عارف ولكن حنا ما لقيناش هاد كيفاش نوصلوا ما عندناش الحاله ضعيفه ما لقيتش قدام غير على قد الحال وصافي فهمتي يعني بالنسبه للوضعيه الحاله درويشه وباه درويش الحاله ضعيفه ما ولدي داكشي اللي باقي ما لقيتو ما لقاش الكره ولا كان الحلم ديالو هو الكره دابا هو كيفاش دابا هو كيفاش مرض عز كان تسع عليه كره كيتريني هنايا فواحد النادي ديال برشيد عجبوه المدرب باللي كويري كذا قال لي قال الواد قال لي شوف الواد لا ما تخلص لي قال لي خليك فيما كنقول ليه استاذ يحيى ما كاينش غنجيبوا ليه فريقاش ونخلصوا ليه فشار كيقول لي غير خلي يحيى بوحدو عجبو يجي عند ولد قال لي شوف قال لي ولدك راه مستقبلو في يدو ولا بغيتي تمشي تيستي في اكاديميه ديال المكناس في تما كاين يدير مدرسه عسكريه يبرك تما العام كامل الوالد عزيز على ما خلاتوش يمشي ما خليتوش يمشي صافي خو ادري من تما كاين كيهبط الزنقه كيبقى يلعب خويا اشرف انت الاخ الكبير ديال يحيى الله يخليك اشنو ممكن توصل ليه يحيى إلا كان أنه كيشوفك يعني في هاد الموبايل ولا كان نقول ليه كنقول ليه خويا كنقول ليه خويا الله يهديك أخويا عيط على أمي مش كنسمعها صوتك وسمعنا أنا صوتك والله يسهل عليك ما بقيتش بهدر جي عندنا الله يسهل عليك حنا ماشي شي واحد كنسالوك واحد والدينا غير تنسمع الصوت ديالو غنفرح نسمع الصوت ديالو تسمع أمي مش الصوت ديالو بخير حنا عايشين بخير الحمد لله وخا ما عندناش وما خاصناش الحمد لله. هو باش ما بقى كيصوني ما مولف كيصوني عنينا ما بقاش كيصوني دابا مره كتاع الغا الله يخليك عاود لي الرقم ووضع الشركه 06 15 77 79 59 هذا هو الرقم الهاتفي شكرا لك ضروري عيطوا لي الله يسترك خويا الله يرحم بها الوالدين اللي شافوا ولا شي حاجه يصوني علينا الله يخليك ما عندكم الله يسهل عليكم يا ربي يا سيدي ربي اللي شافوا هذه هي الصوره هذه هي الصوره بقاو مع السيد مرحبا هذه هي الصوره هذه هي الصورة
الكره ديال يحيى. ديال يحيى ولدي اللي عنده 13 عام. اقامه الرابيع. اقامه الرابيع، حنا كنسكنوا ببرشيد، اقامه الرابيع. اللي شافه واللي عرف عليه شي حاجه يعيط لي في النمره. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم. اللي شافه راني مكويه على ولدي، غنتسطى، غنهبل. الله يرحم لكم الوالدين. اللي شاف يحيى ولدي عيط ليا. شي واحد كان جالس عنده. اي احد. اسمحي لي، شي واحد كان جالس عنده ولا كدا يتعصب بينا الناس ولا عيط عليا ويا ابنو. الله يسهل علينا والله ما نشدو انايا وانا نقول لي فلان علاش غادي شحال راه نقول له. وكون راجل اصاحبي، كون راجل سير الله يسهل عليك. حنا مالنا، حنا باغي نقوعوا عاد والدينا، شحال راه كنخرجوا نقلبوا على راسنا. راه خوتو خوت صغار وكلشي تشوق ليا، انا مريضه. يا ربي اللي شافو تمنوا من الناس يا ربي عيطوا لي في هاد النمره ديالي يا ربي. ورشيني يا وليدي يحيى، انا الله يرضي عليك، انا فرشاك بالرضا، عزيز عليا ولدي تاك هو كل شيء في حياتي. يا ربي امين، يا ربي يا ربي يا سيدي ربي. نجيني يا يحيى وليدي، توحشك توحشك يا وليدي. راك طرف من كبتي، بطلت الزباد يا يحيى، ما بقيتش باغي نمشي نخدم. الله يرحم لكم الوالدين. كنبركم داك الدام، كنتفكر خويا ما كاين. يا ربي يا ربي كنبغي الحما. يا ربي عيطوا لي في هاد النمره، الله يجازيكم بخير يا ربي. عيطوا لي في هاد النمره ديالي يا ربي. اللي شاف الدري واللي شاف يحيى، يدير الله تعود الخير ان شاء الله. الله يرحم لك الوالدين يا ربي امين. كيف ما كتشوفوا يعني هذه هي الصوره ديال يحيى اللي عنده 13 سنه، اللي حاول انه يتعرف عليها، انه يتواصل مع الاسره ديالو، مع الام ديالو. كما ذكرت لكم الرقم الهاتفي ديال كما ذكرت لكم الرقم الهاتفي ديال يعني ديال يحيى. هذه هي الصوره ديال يحيى. هنا هي القناه التلفزيونيه من خلال الهاتف البث المباشر للاسره ديالو، الام ديالو، الاخ ديالو، اللي هما واحد الدين. والله يسمع الدين اخويا وحق الله. يا ربي امين يا ربي. يا ربي امين. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه برشيد، يعني الام ديال يحيى، الاخ ديالو، يعني في واحد الحرقه كيناشدوا الجميع، يعني كيناشدوا الجميع من باش يتواصلوا معاهم. واللي حاول انه يتعرف على يحيى، هذه هي الصوره ديال يحيى، يتواصل مع الاسره ديالو، مع الام ديالو. راه كيسكنوا بجزيئه الرابع. في جزيئه الرابع بمدينه برشيد. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي، كنحييكم في انتظار التواصل مع الاسره، مع الام ديال يحيى اللي هي في واحد الحاله صدمه. كنحييكم مجددا والى اللقاء في بث مباشر اخر.